بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردوغان يقول: سنعاقب بشدة كل من يثبت تورطه بإشعال الحرائق في تركيا. لمتابعة ما جاء على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان وردود الأفعال حول الحرائق التي تشتعل في تركيا ومن يقف خلفها، أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية، ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاسبة كل من يثبت تورطه بإشعال الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة بالعديد من الولايات جنوب وجنوب غربي تركيا. كلام أردوغان جاء في كلمة مساء السبت أمام حشد من المواطنين في قضاء مرمريس بولاية موغولا التي تتواصل فيها الحرائق عقب جولة تفقدية بالمنطقة. وأشار أردوغان إلى بدء تحقيق في مؤشرات حول صلة الإرهاب بحرائق الغابات في تركيا، وأضاف: في حال تأكدنا من وجود صلة للإرهاب بحرائق الغابات وقد توصلنا إلى بعض المؤشرات فإننا سنتابع الأمر حتى النهاية ونقوم بما يلزم. وقال أردوغان: سنعاقب بشدة كل من يثبت تورطه في نشوب الحرائق. من ناحية أخرى أشار أردوغان إلى زيادة عدد طائرات الإطفاء عبر الدعم الوارد من دول عدة ليبلغ 16 مع الطائرات القادمة لا سيما من روسيا بالإضافة إلى إيران وأوكرانيا، ولفت إلى مشاركة 45 مروحية في إطفاء الحرائق وتقديم 9 طائرات مسيرة دعما للعمليات، وأكد أنه ستتم إعادة تشجير المناطق التي أتت عليها النيران وتعويض المواطنين والمتضررين من الكارثة. واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا ضمنها أنطاليا وأضنة وموغولا ومرسين وعثمانية، والتي أعلنها أردوغان مناطق منكوبة. وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة إلى 6 وفيات وعشرات الإصابات حتى مساء السبت، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها. كما أعلن وزير الزراعة والغابات التركي السبت السيطرة على 90% من حرائق الغابات التي شهدتها الولايات جنوب وجنوبي غربي تركيا خلال الأيام القليلة الماضية، وأكد في بيان أنه تمت السيطرة على 90% من حرائق الغابات التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، ولفت إلى أن 91 حريقا من أصل 101 حريق اندلع في غابات البلاد منذ 4 أيام، مشيرا إلى أن تركيا تشهد كارثة طبيعية، وأكد أن فرق الإطفاء تعمل دون كلل على إخماد الحرائق التي اندلعت بشكل متزامن في العديد من المناطق، وأشار إلى أن الفرق تبذل جهودا حثيثة لإخماد الحرائق رغم درجات الحرارة المرتفعة التي تصل في بعض الأحيان إلى 40 و50 درجة، ونسب الرطوبة المنخفضة ورياح تتجاوز سرعتها 50 إلى 60 كيلومتر. أيضا في ذات السياق، العالم يتضامن مع تركيا إثر حرائق الغابات. نتعرف مع حضراتكم على أبرز الدول التي أبدت الدعم لتركيا. قطر، حيث قالت تعازينا ومواساتنا بضحايا حرائق الغابات في الولايات التركية، كما تقدمت أوكرانيا أيضا بالعزاء والتضامن مع الشعب التركي، إضافة إلى روسيا وفرنسا ومصر والبوسنة والهرسك والكويت وإيران وباكستان والأردن وصربيا وبريطانيا والمجر والاتحاد الأوروبي وماليزيا. أيضا في ذات السياق، حرائق تركيا 5 ولايات منكوبة وخسائر كبيرة. لا شك أنه حدث كبير وخسائر هائلة في الاقتصاد التركي، إضافة إلى الموسم السياحي الذي تضرر كثيرا. أيضا فيما يتعلق بحرائق الغابات، أذربيجان ترسل 53 سيارة و500 رجل إطفاء إلى تركيا. أيضا في ذات السياق، فيما يتعلق بالحرائق، حرائق الغابات ماليزيا تتضامن مع تركيا حكومة وشعبا، وأيضا ترسل بتعازيها وتعلن أنها تقف مع تركيا في هذا الحدث الجلل الذي يضرب تركيا. كما أيضا أرسلت إيران طائرة كبرى، كما أرسلت إيران كذلك طائرة لمكافحة حرائق الغابات، فقد شاركت طائرة إطفاء إيرانية في مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت بقضاء مرمريس التابع لولاية موغولا جنوب غربي تركيا.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان السبت إن الأعمال مستمرة لإطفاء حرائق الغابات، وأشارت إلى تزويد صهريج بسعة 30 طنا وطائرة قادمة من إيران بالمياه في قاعدة أقساز البحرية للمشاركة في العمليات. أيضا أول تعليق من مصر على حرائق الغابات، حيث علقت وزارة الخارجية المصرية السبت على حرائق الغابات التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة بمناطق متفرقة من الولايات التركية وأدت إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة بالعشرات. أيضا في ذات السياق، الجاليات العربية تطلق حملة لإعادة تشجير الغابات المحترقة في تركيا، حيث أكدت أن الشعوب العربية المقيمة والموجودة في تركيا هي جزء من المجتمع التركي، والحملة ما هي إلا رسالة دعم وعربون محبة ومودة إلى المجتمع التركي، وذلك لأنها جزء لا يتجزأ من نسيجه الاجتماعي. وأطلق العديد من السياسيين والفنانين والرياضيين والمشاهير إلى جانب عدد كبير من الأفراد والمؤسسات في تركيا حملة زراعة الأشجار في غاباتنا، وذلك بعد اندلاع ما مجموعه 81 حريقا في الغابات في 24 ولاية تركية أدت لاشتعال آلاف الهكتارات من الغابات وأضرار جسيمة في بعض المناطق. وشارك في الحملة شخصيات من مختلف طبقات المجتمع التركي عبروا فيها عن دعمهم لجهود الحكومة التركية في إطفاء الحرائق والتأكيد على ضرورة إعادة تشجير الغابات التي تعرضت للحرائق. وأعلنت جمعية حجر الصدقة الخيرية التركية في بيان تبرعها بألفي شتلة للتعويض عما تم فقدانه جراء حرائق الغابات. وقالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في بيان إنه يوم وحدة سنزرع المزيد من الأشجار بدلا من غاباتنا المحترقة. فيما قال نادي أضنسبور في بيان نبدأ حملتنا بالتبرع 10,000 شتلة، حيث نتبرع 1,000 شتلة مقابل كل هدف نسجله طوال الموسم. أما اللاعب التركي الشهير مسعود أوزال فقد قال في تغريدة على حسابه في تويتر: أنا أدعم هذه الحملة 1,000 شتلة حتى تظل غاباتنا خضراء على الدوام. فيما قال الفنان التركي حسن كاسان في تغريدة على تويتر: ملعونون هم إرهابي تنظيم بيكاكي الذين يحرقون غاباتنا، وأولئك الشياطين الذين يساندونهم سرا. سنساهم من خلال التبرع 1,000 شتلة، نأمل أن تنطفئ الحرائق قريبا. إضافة إلى ردود أفعال من رؤساء بلديات ومن شخصيات مشهورة في الداخل التركي حول هذه الحرائق المفتعلة التي تحدث عنها الرئيس رجب طيب أردوغان ووعد بمعاقبة الفاعلين والمتورطين في هذه الأحداث التي اشتعلت في أكثر من 101 موقع في أكثر من 24 ولاية تركية. نسأل الله عز وجل أن يحفظ تركيا والرئيس أردوغان وأن يوفقهم دائما لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين. متابعين الأعزاء، إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.